قناه دي بس علم 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 جاي ابيع اعلام ببيع العلم يتراوح ما بين 15 لحد 20 جنيه، واللي جابني انا حضرتك اصلا المعارضه عن رئاسه حكم مبارك، لان انا مش راضي على اللي بيعملوا فينا من الفقر اللي احنا فيه والجوع. هذه هي وجب كشري الاثنين ونص، كشري الاثنين ونص، الكشري خلاص كده كويس. اه يا ريس هذه احنا هنا حضرتك بنبيع كشري، مصانعنا وقفت ومصانع كلها قفلت، مش لاقيين حاجه نعملها، قلنا نيجي نستلذى وسط المظاهره. حضرتك بره ما بيرضوش يدخلونا بالاكل، كل ما نيجي نخش يقعدوا يمشونا وعايزين يحبسونا بيه. احنا برضه بنلف وبنحاول نخش للناس دي وبنستلذى برضه في وسطهم. انا جاي من وزن من اخر الدنيا، جاي برضك لخاطر الناس دي مش خاطر البلد، وبنبيع بغزه الرغيف بجنيه، ولا في تنتاكي ولا درورات ولا اي، ولا عاوزين اي حاجه، احنا عاوزين اهم حاجه البلد دي تبقى كويسه. Let's go.